innocent, يعني functional. Systolic ejection, يعني hyperdynamic. دكتور ممكن مثلا يعني انه احنا قلنا مثلا اكسبيريشن يزيد المرمرز اون ليفت سايد اوف ذا هارت بس ممكن يقول شنو الاستثناء فبالتالي نقول مايترو فاف برولابس يعني والهوك هو مايترو فاف برولابس يعني انه من يكون كل ما يكون فنتريكل اندر فولد كل ما يكون الساوند اكبر فحتى من ضمن المانوفر شو يسوي مثلا على موضوع الهوكم هو مثلا اذا حتى يسمعوه اوضح له حتى يقل حتى يسمعوه يقول ستاندينج مثلا لاين اون بيت ويصير ستاندينج زين وشو بدي يقل مثلا سكواتينج اذا يسوي حاله الاكسبيريشن راح يقل منه اذا يسوي بعض ضربه يقل ما يزداد لا بعض ضربه يقل يزيد يزداد لانه يقل الاوفر لود يصير اندر لود على ال يقل كيف صار؟ كيف صار؟ الكارديو بيجيبكم شوي الحكي بيجاف بس هذين الشغلات اللي قلت لكم يا تحفظوها كمانوفر للفحص انتو كاكزامينشن او ذا بريكورديال عندكم الابيك سبيد انو تحددوها وبعدين تحسبون هذا واحد عندكم الاوسكارتيشن الاوسكارتيشن تجون المناطق الاربعه زين بعدين تجربون من هنا ودين فوق زين ماكو شيء بعد اصلا يعني كمانوفر اكثر من الفحص يعني ما في شغله توها متعلقه بس هي مثلا كانوا بالامتحان في جلسة السماعة اللي هنا 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 وهاي اللي خلاص الامتحان السئلة الأسئلة اللي وراها يعني لا وما أعرف شنو هذا كل شيء معروف فما في شيء والامتحان مجرد خلي السماعة هنا خلي لك على بيس مجرد تحدد من الاس 1 منو هاي خلي هنا خلي هنا خلي خلصت راح تقربها على البيض منا تقرب على اليسرى وتقول له ياخذ اكسبيريشن يحبس نفس بعدين راح تقعد هنا خلي السماعة على لين فورورد يلا الاكسبيريشن يحبس النفس خلصت شو تقول؟ نورمال اس 1 اس 2 نورمال نورمال سوى الرثم نورمال راح اصير ديسكشن عليه مثلا اس 1 وين يكون لاوت اس 2 وين يكون سو فلان مرمر اس 3 وين اس 4 وين شنو هذا انديكيت شنو البارت اوف الزول يعني اس 3 انديكيت وورد قالوا الرثم شنو؟ جاست ذس يعني كان مور ذا نورمال ما في اي شيء يعني وايد مكان وما في شيء صار